السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه أغرب ما وقع في المغرب وصورته كاميرات المراقبة. غادي نشوفوا أشياء وأحداث غريبة أول مرة غادي تشوفوها، ما سبقش لكم شفتوها من قبل، أشياء ممكن تستفدوا منها لأن الهدف من هذا الفيديو هو نشر التوعية. إذا نبدأ على بركة الله. هنا الإخوان والأخوات بغيتكم تسمعوا لواحد الحادثة غريبة غيحكيها واحد الشخص، هو هذا اللي خرج من العمارة وقعت ليه مع واحد الشخص غريب، هو هذاك اللي جالس في هذاك المكان. وبغيت الرأي ديالكم، واش هاد الشخص اللي كيحكي فعلا عنده الحق وفعلا كان معرض للخطر أو غير زاد فيه؟ كيقول هذا الشخص اللي كيحكي بأنه في اللحظة اللي كان خارج من هذيك العمارة هو والزوجة ديالو والابن ديالو لقى هذاك الشخص الغريب جالس في هذاك المكان. هذاك الشخص الغريب بدا كيشوف فيه نظرات يعني ماشي بريئة، بقى تيشوف فيه وتيشوف في الزوجة ديالو وفي الابن ديالو وتيدير حركات غريبة وتيتكلم معاه بكلام غير مفهوم، يعني بقى لاصق فيه وكيحاول أنه يجبدو باش يهضر معاه. ثم من بعد بدا هذاك الشخص اللي كان جالس تما كيهدد في هذاك الشخص وكيقول ليه ما غاديش تبقى فيك وراه غادي نتعدى ليك على الابن ديالك. المهم غنسمعوا لهاد الحديثه. السلام عليكم. هذا الفيديو كيبين بعض الجرائم اللي كتوقع في في, في امام السكنه ديال المواطنين. هنا انا كما شفتوا خرجت مخرج معايا شي حويجات، غادي للطوموبيل ديالي باش نديرهم في الكوفر، وخرجت وتبين لي هذا السيد هذا راك شفتو القنت اللي جالس فيه، جالس في واحد العتبه ديال الشرجم ديال الكراج وطالق عينيه وكيهندز وكيخطط ومع الاسف حتى هذا ولدي هذا تا هو خرج حتى هو تابعني الطوموبيل، مع الاسف ان بعض حراس العماره كونسيرج الله يهديهم ما تيشد بلاصو ويجلس ويعطي الهيبه للعماره باش حتى الانسان فاصو شي حاجه يبعد. هنا القاد ديالي خاويه ما كاينش اللي كيسميتها، هو جالس كيشوف في الدري داخل اي طلق عينيه. انا كنتسنى مولي الدار باش يخرجوا لان دايرين واحد غادي نخرجوا شي خرجه نمشيو نتغداو على برا، وخرجنا مع ديك تقريبا ديك 3:30 كنوجدو الدري ولدي مشى دخل عاوتاني يجيب شي حويجات خويا ناقصين، وانا باقي حدا العين حدا سميتو. انا دابا جيت كنهضر في التليفون كنتسنى الدري يخرج وهو راه جالس كيلمح ليا ما عرفتوش اش كيقول، من البعيد كيحاول يستدرجني باش انني نشد معاه الهضره، انا ما ديتهاش فيه. رجعت هذه المره ديالي تاهي خرجت تبعاني، كنا عوني حنا خارجين ثلاثه ان شاء الله باش نمشيو، هي كتشوف فيه تا هو ما عرفتش كيقول ليها. المره ديالي حكت عليا الطوموبيل، هو ملي شافنا ما ديناش فيه هو ناض كيتكسل على خاطرو ولحق علينا، لحق عليا الطوموبيل تيقول ليا علاش سلمت عليكم ما رديتيش عليا السلام. قلت له علاش غنسلم عليك انا كنعرفك اش بيني وبينك، قال لي وانا لحد الان انا كنهضر معاك بحال الوالد. قلت له ولا ما هضرتيش معايا بحال الوالد كيفاش بغيتي تهضر معايا؟ قال لي هو يشير لي لولدي، قال لي هذاك ولدك، قال لي دابا تشوف. ويلي قلت له دابا هذا ولا تهديد مباشر هذا، قال لي احسبو كيما بغيتي. جات المرا دخلت بيناتنا كتقول لها ولدي الله يهديك الله يرضي عليك لما سير بحالتك الله يهديك بدل ساعه بخرى هذا يعني. والسيد والو لصق فينا لصقه وحده والو كي حنا عينا كنبعدو منه هو السيد لاصق، هما هنا كي كتشوفوه حنا واقفين هنايا بزز باش بقات عليه المرا بالهضره وداك الشيء بزز باش عاود رجع لبلاصتو وشد داك القنت اللي كان جالس فيه ومقابل معانا. هاهي المرا ديالي حكت عليا وهو راه باقي واقف
ها هو عاوتاني جا عندنا عاوتاني. المهم خصو المهم خصو يلصق وصافي، دا هو سميتو خصو يلصق وصافي. ها هي المرأة عاوتاني جات كتهضر معاه كتدفعو سير الله الشيطان سير هذا كيما شتوها هو رجع ومشى للبليصة اللي كان فيها وعاوتاني جلس. أنا ديك اللحظة قلت له صافي، قلت له ما بغيتيش تمشي أنا غادي نتصل بالشرطة ونشوفو هادشي هذا. هزيت التليفون كنعيط وهو كيشوف فيا شوية، حس بشوية ديال انزعاج يعني انزعج وحس بأن خاف لي يطيح في شي مشكل وناض. هو غتشوفو غادي ينوض وبدا كيشير ليا وتيقول ليا تيتحلف عليا تيتحلف على الدري تيقول ليا ولا ما شديتو غنشدو غادي نتكفص عليه ونغتصبو ونصيفطو ليك. وانت تنتا عاوتاني تنتا نفس المشكل دابا تنتا غادي تشوف مني شي حاجه. وانا كنشوف فيه لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي حنا تنقولوا دابا كان هادشي كيوقع لينا وكنقولوا لبعض المواطنين حضيو راسكم وصيو سيرتو اللي جالسين اللي خدام اللي ساكنين في الاقامات يوصيو الحارس على اي واحد يعني غريب على ديك المنطقه وتيجي وكيتخشى في واحد القنت وكيبقى يهندس يعني تدخلو قبل ما يطيح في شي مشكل مع شي حد من السكان ديال العماره. ولكن ملي كيلقى انسان بحال هذا الشكل هذا تيلقى الباب خاوي مترع ما كاينش اللي سميتو راه كيدير ما بغى. ها هو دابا ناض، ها هو كيتحلف عليا من بعيد وداك الشيء. انا في ديك اللحظه صافي يعني اش غنقول لكم ما صبرتش وتبعتو تبعتو باش نشدوه، ولكن النظر للمسافه اللي كانت بيني وبينه ما لحقتش عليه الا انه من بعد مني بواحد 3 متر ولا 4 وبدا كيعاود يتهدد فيا تيقول لي انت عقل على راسك انا الا ما شديتك الدري وتكفص عليه ودرت ليه. هنا غادي نشوفوا هاد الشخص كيدور في الاحياء والشوارع والمحل اللي لقاه كيشوف واش يمكن ليه يدخل ليه، ثم كيدخل وكيهجم على مولاه وكيسرق داكشي اللي فيه خاصه الا كانت شي مراه بوحدها. نشوفوا الفيديو. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. طبعا هذا فيديو اخوان فيديو غريب جدا. هذا المجرم هذا راه حير الناس وارعبهم في منطقه حي الحسني ساسفه. كما كتشوفوا الاخوان هذا راه كيتهجم على الديور وكيتهجم على المحلات، راه عنده واحد الجراه لا تتخيل الاخوان. راه سبحان الله هذا السيد هذا راه ما كيحشم ما كيخاف ما حتى شي حاجه. شوفوا معنا الاخوان هنا غيدخل على واحد السيده كوافوره ابارامون كوافوره، واش هو في الوعي ديالو ولا ماشي في الوعي ديالو. هانتوما الاخوان دخل عندها، هذه راه باينه كوافوره الاخوان كما كتشوفوا. شوفوا شنو غادي يوقع دابا. بارطاجيو الاخوان هذا الفيديو ما يبقاش عندكم، بارطاجي بغينا هاد السيد يطيح. شوف الاخوان شوف هانت هاد السيد هذا راه ارعب الناس من منطقه الحي الحسني. بارطاجي خوتي ما تخلوش الفيديو عندكم. شوف السيده مسكين تخلعات، هاد السيد راه كيحضر راسو وكيقصد البيبان ديال الناس لا حول ولا قوه الا بالله. شوف هاد الجرأه اللي وصلوا لهاد المساخيط الوالدين. شوف الاخوان هنا عاوتاني غيدخل ابارامون هنا راه بحال شي قهوه. هانتوما الاخوان شوف الاخوان شاد التليفون ديك اللعبه في التليفون زعما راه بحال مول المحل. بقاو معنا الاخوان كما كتشوفوا. هانشوف شوف الاخوان بمجرد انه لقى شي واحد كيهرب. هانشوف الاخوان هنا دخل القهوه هنا شتي كما كتشوفوا، هذه راه بريصه القهوه هذه. واحد مسخوط الوالدين، ردوا بالكم منه، تعاونوا وبارطاجوا هذا الفيديو هذا وان شاء الله يطيح في اقرب وقت عند الشرطه. شكرا لكم جزيلا. شكرا. هنا غادي نشوفوا واحد الشخص حصلوه سارق دراجه ناريه، وكل ما كانوش رجال الدرك حاضرين في المكان كانت الامور غادي تكون أسوأ، وكان غيا كل قتله ديال العصا كبيره. نشوفوا الفيديو. فينا
وغنختموا بهذا المقطع الجميل. عمل جيد أنك تنقذ حياة حيوان، ولكن هذه محاولة إنقاذ فاشلة بعد ما جابوا هذاك المصعد، القط غيقفز بوحده. وهنا الإخوان والأخوات كنكونوا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.